واحد بيقول لو تم طلاق زوجين لعلة الزنا وقام الطرف المخطئ الذي فعل الزنا بالاعتراف بخطيئة الزنا أمام الكاهن وتاب، هل تغفر له خطية الزنا وهل تصرح له الكنيسة للزواج مرة ثانية؟ إذا تاب واعترف تغفر له الخطية، لكن يصرح له بالزواج لا. الكتاب المقدس ما بيوافقش على كده، يبقى لا يؤتمن على زواج آخر، لكن بالتوبة تغفر له الخطية. المغفرة شيء والزواج الثاني شيء آخر.